طلعت زيادة شوي. روح. طلعت. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسمر الجزائري. هذه المرة جبت لكم وصفة الشاورما على أصولها كما عملتها لي السوري يخدم فيها في المحل، ومذاق تاعها رائع. وكذلك نعطيكم سر من أسرار الشاورما باش تجي ولا تزيد لها بنة على بنة وتجي طرية وما تجيش ناشفة. كما راكم تشوفوا هنا عندي دجاجة، بسم الله على بركة الله راح نبداو. راكم تشوفوا هنا عندي واحدة من القطع تاع الدجاج. انتم هنا تقدروا تشتروا من عند الجواد، تشتروا صدوره ولا تشتروا الفخذ. هي من الاحسن انكم تديروا خليط بين فخذ وصدر، ما تخلوهمش يعني صدر وحده راح يجيكم ناشف، ولا ديروا غير الكويس وحدهم اللي هما الفخذ الدجاج. هنا الدجاج تاعي بعد ما قطعتها وغسلتها مليح بالملح والخل، راكم تشوفوا هنا راني نحيلها في العظم تاعها. نتوما هنا العظم تقدروا تخليوه ولا تخبوه في الكونجيلاتور نهار طيبوا لوبيا ولا عدس، حطوه في اللوبيا تاعكم العدس راح يطلق ثاني البنه. كما راكم تشوفوا نحوا لها مصدر تاعها. والشاورما كذلك ما تنحوش الجلد نتاع الدجاجه، وما لازمش تشوطوا الدجاجه تاعكم، نقوها مليح من داك الريش تاعها رقيق خلاص، وتغسلوها مليح كما قلت لكم بالملح والخل وتخلوها تقطر. ومن بعد ابداو شرحوا فيها كما هكذا بهذه الطريقه، يعني نقطعها الى شرائح صغيره كما يقطعوا الشاورما كي تكون راكبه في السيخ نتاعها ولا في البرا. راح نقطعها كامل بهذه الطريقه الى شرائح رقيقه كما الصدر والكويس نتاعي. انا هذا هو السر نتاعها اللي فيها قطعه صغيره نتاع شحم كما نقولوا شحمه الخروف، الشحم تاع الغنم. قطعوه الى قطع صغيره ونخلطوه مع هذا الشاورما تاعي ونحطوها في صحن يكون غامق ونخلوها ابجي. الان نروح للمرحله المهمه جدا في الشاورما تاعنا واللي هما التوابل، تبعوا معايا مليح. هنا عندي ربع ملعقه صغيره قرفه ملحيه، ملعقه صغيره نتاع الملح، عندي كذلك ربع ملعقه صغيره تاع جوز الطيب الملحيه، وعندي ملعقه صغيره نتاع القصبر الملحي، وكذلك عندي هنايا ملعقه صغيره نتاع الزعتر، وكذلك عندي ملعقه صغيره نتاع الفلفل الاسود، وهنا عندي 3 حبات نتاع الهيل اللي دقيتهم بالمهرس لطحنوهم عادي. هنا عندي ملعقة صغيرة نتاع الكمون وملعقة صغيرة أخرى نتاع التوابل الكاري، وهنا عندي فلفل قناوة ربع ملعقة صغيرة يعني على رأس المغرف، كما نقول هنا نصف ملعقة صغيرة الفلفل قناوة المطحون باش ما تجيكمش حارة، وملعقة صغيرة نتاع الفلفل العكري الأحمر. تلقاو كامل هذه التوابل مكتوبين في صندوق الوصف. نروحوا لجهة الخلاط نتاعنا، نديروا فيه 6 فصوص تاع الثوم ولا 8 او 4 الا كانوا كبار شويه، حطوا 4 يكفيكم. راح نزيدوا لهم هنا ملعقه نتاع اكل دبس الفليفله واللي هي الهريسه الحلوه، راح يعطيها واحد المذاق مميز في هذا التتبيله نتاعنا. وراح نديروا هنا فنجان نتاع الخل الابيض، وراح نحطوا كذلك فيها هنا حوالي 4 معالق نتاع ولا ربع مغارف نتاع اكل الزيت، ونحطوا هنا نصف علبه
نتاع الياغورت الطبيعي كما يقولوا لهما الروب ولا الزبادي. هنا الدور الخل نتاعنا راح يهري هذاك كما يقولوا احنا الجاج يطيب بالخف ويجي لداخل طايب ومشمخ. انا نحط التوابل نتاعنا عفوا ونغلق الخلاط تاعنا ونكسيهم كامل، يعني نخلطهم مره واحده كما راكم تشوفوا فيهم. يعني هذه التوابل هما الاصليين تاع الشاورما. يقدروا اصحاب محلات يعني كل ما تكون كميه تاعهم كبيره 20 كيلو 30 كيلو 50 كيلو يضعفوا المكونات، واللي يحب نعطي له المكونات الكبيره يعني تاع كميه كبيره تاع 50 كيلو 20 كيلو يتواصل معايا في الخاص، راح يلقى كامل الروابط تاع التواصل الاجتماعي مثل انستغرام فيسبوك، يتكلم معايا راح نعطي له كل التفاصيل على تتبيله الشاورما للمحلات. كما راكم تشوفوا هنا خلطته في مع الدجاج تاعي وهذيك الشحمه تاع الغنمي ومخليهم. يعني انا هنا صنعته في الليل، يعني تبلتهم في الليل وخليتهم غلفتهم بورق الشفاف، وراح نحطهم في الثلاجه حتى غدوه من ذاك ان شاء الله ونطيبها في المقلاه نتاعي، ولا حتى تحطوها في صينيه وتطيبوها في الفرن. شوفوا هنا كيفاش طلقت الماء نتاعها وتشربت التوابل، واحد الريحه تخرج منها ما شاء الله. يعني بزاف شفتهم اللي يخدموا شاورما يزدوها بزاف واحد التوابل حتى الطعم تاعها يروح. هنا في المقله نخلوها تسخن على نار متوسطه ونحط عليها الشاورما تاعنا. يعني ربة البيت تكون في الدار تخدمها في الليل وتخدمها الصباح العشيه طيبه لوليدتها، يعني سهله مهله، طيب معها فريت وتقدمها لهم. راح تشوفوا طريقه التقديم في الاخير. شوفوا هنايا نخلوها تقل على نار متوسطه، من ذاك نحركوها باش ما تلصقناش. واذا كانت ما كاش عندكم الشحمه تاع الغنمي هنا في المقله تاعكم زيدوا شويه تاع الزيت وبداو تخدموا باش تكون شويه ميدمه، تجي شويه ميدومه. كما نعرفوا هنا شحمه الغنمي راح تطلق ليدام تاعها وتطلق في واحد النكهه ما شاء الله. شوفوا هذيك التقريب ما تاعها كامل نشف، هي ما تحرقتش ولكن الماء تاعها نشف، وتحسوا بالطعم تاع الشاورما انه الداخل طريه ما شاء الله. شوفوا هنايا عندي في الصحن تاعي حطيت فيه شويه بصل مع المعدنوز، فريت سلطه خفيفه مع شويه خيار شويه تاع طماطم، ونحط الشاورما تاعي وتوكل هذه تقريب اربعه من افراد العائله. يعني الصحن معمر مليح، يعني طبق هايل ورايع وخفيف وسهل المهل. تقدروا التتبيله اللي خدمتوها تخدموا نصف تعملوه ونصف الثاني تاع التتبيله تخبيوه في المجمد. نهار تحبوا تخدموا تتبيله الشاورما تحطوها معها وتخلطوها وتخلوها بعد هي ديكونجلا ولا تذوب، هذيك التتبيله راح تتخلط مع الدجاج تاعكم ولا الاسكالوب تاع ديك الرومي اللي هو الدند. واذا خوتي خياتي ان شاء الله تهبطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم، يعني فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات السمر الجزائري. وبالنا انا ما قلتش قالوا قلت بزاف بنينة، يعني ما شاء الله رافقتها بالصلصة الجزائرية. وان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا تاع نهار اليوم، وخلوا لي تعليق على هذا الوصفة واش رايكم فيها، وان شاء الله تجربوها وزيدوا تعاودوا ترجعوا وتحطوا لي كومونتير واحد اخر تقولوا لي واش رايكم في البنة تاعها كيفاش خرجت. سلام.